زي ما حضراتكم شايفين وصول فريق النادي الأهلي على الهواء مباشرة مع حضراتكم، أو منذ قليل يعني منذ 5 دقائق تقريبا، ووصول حافلة أو أتوبيس النادي الأهلي إلى ملعب المباراة. إن شاء الله هنقول لحضراتكم بعد قليل تشكيل النادي الأهلي مع زميلنا كريم أحمد، ولكن زي ما حضراتكم شايفين دائما ما بنكون مع حضراتكم من قلب الحدث وكل الأحداث وكل ما يحدث. طبعا الحقوق اللي لينا بنحاول نجيبها كلها لحضراتكم. لحظة وصول لاعبي النادي الأهلي إلى ملعب المباراة، كابتن طارق سليمان، كابتن سمير، كابتن سامي قمصان، مجموعة اللاعبين متواجدين، وإن شاء الله إن شاء الله تكون مباراة بثلاثة نقاط، إن شاء الله نتمناها بثلاثة نقاط على الرغم من صعوبة هذه المباراة، وعلى الرغم من فريق إنبي بيحاول أن يخرج من دائرة الهبوط، ولكن إن شاء الله النادي الأهلي عنده أهداف أحسن، عنده أهداف أكتر، عنده أهداف أقوى، وهي الحصول على الدوري العام المصري هذا الموسم، خصوصا بعد زي ما حضراتكم عارفين خلال الفترة اللي فاتت خرجنا من البطولة الأفريقية، وبالتالي بطولة الدوري العام الكل ينتظر ماذا سيفعل في هذه النادي الأهلي في هذه البطولة. ياسر إبراهيم ورامي ربيعة لحظة وصولهم إلى ملعب المباراة، بقية اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين عمرو السولية وبقية اللاعبين جيرالدو. بعد قليل إن شاء الله هنقول لحضراتكم تشكيل النادي الأهلي في هذه المباراة، التشكيل الرسمي للنادي الأهلي في هذه المباراة، كابتن محمد هاني لاعب النادي الأهلي، ولحظة أيضا الوصول بعديه على طول كابتن أحمد فتحي نجم النادي الأهلي وكابتن هشام محمد وبقية اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين والجهاز الإداري والجهاز الفني للنادي الأهلي. لحظة وصوله إلى ملعب بترو سبورت قبل بداية المباراة. طيب